معاكم بتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في الصحافه، وهنبتديها من الاهرام اللي قالت ان اكدت اداره النادي الاهلي ان اداره التعاقدات بقياده امير توفيق حسمت كل الصفقات اللي طلبها الجهاز الفني بنسبه نجاح 100%، وقالت ان ملف الصفقات الجديده تم اغلاقه في شهر يناير بضم اسلام جابر من الالومنيوم، واللي هيتم اعارته للحصول على فرصه للمشاركه اساسي في مسابقه الدوري الممتاز. وبكده بيكون اللعيبه اللي انضموا من الصفقات الشتويه رمضان صبحي، حسين حيات، جيرالدو، محمد محمود، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، بالاضافه لاسلام جابر ومحمود السلمي اللي تم تسجيله في قطاع الناشئين. كمان المسا قالت ان طلب خالد الدرندلي رئيس بعثه النادي الاهلي في الجزائر من السلطات الامنيه زياده التامين الخاص ببعثه النادي الاهلي اثناء وقبل وبعد مباراه النادي الاهلي مع شبيبه الثوره. الدرندلي قدم الطلب ده بعد ما صدر بيان من اداره نادي شبيبه الثوره بيطلب فيه من الجماهير ان هم يلتزموا اثناء المباراه وعدم القاء الزجاجات او الشماريخ في ملعب المباراه، وده لان جماهير الفريق الجزائري عندهم حاله من الغضب الشديد بعد هزيمه الفريق في مباراته الاولى بثلاث اهداف نظيفه قصاد سيمبا التنزاني. كمان الشروق قالت بعد ضم النادي الاهلي لحمدي فتحي واجاي للقائمه الافريقيه بيتبقى في القائمه الافريقيه مكانين، طبعا لسه مستني لاسارتي ان هو يستقر عليهم، وده لوجود العديد من الخيارات المتاحه ابرزها طبعا قيد مدافع في حاله التعاقد مع صفقه اخيره، او رامي ربيعه في حاله ان هو جاهز فنيا، وكمان بتتواجد فرص ضعيفه لصالح جمعه والمؤمن زكريا، وكمان بيدرس الجهاز الفني قيد عمرو جمال مهاجم الفريق.